يا ابو راشد، كفو مالكش بيه، كان فيه هو الاسم غريب مالكش بيه، بس تمام كفو تاني. مالكش فيه ده كان عندنا، بس ما كانش فيه عنده دعم، فلما جه عنده بقى فيه والله دعم. ما شاطر، والله جه لوحده ما منوره الدنيا كلها يا جماعة. هي ما بتشوفش الكومنتات اللي عندي منورة، ونجمة مصر نمبر وان، والحمد لله خلاص على قمر، ودايما قلبي. منور لايف. انا بخش عند، انا اساسا من الفانز، بخش اقعد عندها. قلبي قلبي والله العظيم قلبي، على راسي على راسي أقسم بالله. ميرسي ميرسي، كل اللي عندي اعملوا لي فولو، واعملوا المها، واعملوا الجيمي، واعملوا القدر، وهكذا برضو. يعني نوزع شباب الناس. شباب يا اذكرنا في آية، خيال يا شاب اذكرنا، ما طلعناش بقولك، يا حتى خيال يا جماعة. هو في بقولك يا حتة خيال، معكش أسد سلف تنزلهولي كده، حتى لو عنده تسلخات مجريش حاجة، مبدره انا هاخده عنكم، مالكوش دعوة، انا هاخده عنكم. أنا راضية. طيب احنا هنكسب الجولة دي. ما خضر، ما تشغل الشغل يا خضر. يا رب على ايدك، يا رب دي بوش الخير والسعد والسند لينا، يا رب يا قلبي يا رب. احنا قاطع ايدك ورجلك يا خضر، واقف قدام مستشفى 57. ده انا بصي قاعد قدام اهو، يلا يا مالكش فيه البيت اللي جنبيه، اضرب بقى ولا تبالي، روح اجعل محق شباب مالكش فيه قلوب عندي وعند منى. الثلاجة اللي جنب الكرسي عند ما ده اللي عايز شجعوه يلعب، عايز الصديق. شجعوه ايه؟ شجعوه، ايوه يا برنس الثلاجة روح. اللي جنب الكرسي يا دي لهوي يا اللي سلطان، اتكسر يا قصير. صينيه، اديله في البقسماط. كفو مالكش فيه، كفو. طب بص، احنا لو كسبنا هنخليه يعني جيمي يقول لنا نكتة، ومها تقول لنا نكتة أو فزورة. لا بقى كده بقى جيمي احنا يقول قاعدين بقى في نقطة ولا الفسح. تحصلوا عليها وخلاص. مثلا شباب الدبل. طب دلوقتي أنا عايز أسأل سؤال، يعني أنا وش الخير وأنت وش مين بقى هيبقى وش الخير علينا؟ انا وانت اهو على الله حكايتنا إن شاء ياما، الله ينزل لك وانا لو حسن. حد في ايدي بقول لك خدي انت حته وانا حته، وانت لو حد في ايدك بتقولي خدي انت حته وهي حته. طب اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ وانا وحياة ربنا اللي دخل عندي وبرضو فرحنا البنت فين؟ الجميله، البنت بقى الكيوته اللي معانا تحت القطه الصغنونه دي، طب اعمل ايه؟ يا حبيبي والله العظيم، واللي ده جاي انا بقول وحياة لك ربنا ايوه يا بعتنا مهاميهم، كلنا عادية، ده الوحيد وسعيلي السكه وانزلي من الجولات. هو بيتكلم من مين؟ انا داخل لك بطبع حلويات من اتوال. لا يا خضرة عايزه لابوار سكر وزياده، حاضر. أولاد لا يا وبنات. جمال، بس ثانية واحدة، لا في كلام على الخاص، وفي تكريه في الناس، لا في طبعا ليلة بتحصل، في اهو، بنات ما منى. هو بقى ده، لا نام برضو عند الجنب اهو، ما هو الكلام ده بتاع كلام بيسمع طيب حد ودني بقى الليلة فبينام بس على الجنب اللي يريحه. يبقى الموضوع موضوعه مش موضوع مذيع بقى. ايوه انا بس قصدي يعني كده في مفيش حد الاخر. هيخاف على التاني، ليه بقى؟ لأن كل واحد بيدور على مصلحته. اي صح، في الاخر بينام على الجنب اللي يريحه، بس بيسمع بقول لك ايه يا كلمتين هو سلطان، بيحبه، يعني مع بيبقى احترامي خلاص ليكي برضه، الكلمتين دول عجبوه. اصلي ما حدش ياخد الطبق لوحده، والشمس بتطلع على الجميع، بالظبط. وانا عمري ما اخد رزقك ولا انت عمرك تاخدي رزقي. لا بس ما حدش طيب كده، لا زعلان. لا ما صح، في كلام في البتاع وبيكرهوا طبعا الناس في بعض، وبيقولوا له بلاش. اصل انا اتبعت لي سكرين شوتات والله العظيم، بلاش منى، اشمعنى ليه يا يا جدعان؟ منى، ايوه والله ما ورجاله اعرفهمش ولا منى عمري دخلت معاهم، بس بيقعدوا يا يراقبوني. منى، الدعم المحترم يا منى، لازم الدعم يتعلم. المحترم، الدعم المحترم محترم، الدعم اللي عايز يسمع بيسمع، الدعم اللي
كل واحد برضو في الاخر بينام على الجنب اللي يريح، هو عايز يسمع فالناس بتسمعه فبيقعد عندهم. فاهمة قصدي ايه ولا لأ في الاخر؟ فاهمة، بس يعني ومش اصل في كلهم كلام شبه بعض. يعني خضر برضو في حتة في صح فيها، اللي هي ما فعلا ما حدش بياكل طبق لوحده، ولما الناس تاخد من بعض ليه؟ يعني يعني انت مع كلنا احترامي ليك مع يا بعض. منى، الدعم اللي كان عندك دوت راجل محترم، ليه؟ ما حبش يعمل ضغينة ومحترم وراح مداخل مشايك الموضوع ده، شبعان من أصول. علمك هو ما شاء الله كده، لا ده هما بقى الناس ما بتشتي ما بت اسمها ايه الشبعانة والشبعان دول، ما دول بيت ما بيت ما بيتاخدش، ده دايما ما كده وما يعديش كتير، والله بس لما العظيم يجي انا اي معظم مشكلة الداعمين اللي كانوا عندي اللي هم الطباط كانوا بيعملوا كده، كانوا في منتهى الشياكة. يعني عندك كينج وكينجو، عندك مو كينج ده واحد تاني، عندك دكتور منصوري، طبعا عندك جوستش. لا بصراحة، وديما، ديما حتى لو انا مش فاتحه وساعات تمر على الناس اللي انا بحبها وتروح، ان شاء الله واجب قد كده، بس بتعمل واجب حقيقي. ايوه لا في ناس بصراحه بطبعها كده. يعني انا ممكن يقول لي ما هو ما ينفعش ابقى انا بدعمك وانت عندك دعم، والمذيع اللي قدامك عنده رقم قليل، حتى هو نفسيا هيبقى مش مبسوط. بص الدماغ. صح، ايوه والله صح، بصراحة الفهم بيريح يا سلطان. والله العظيم يا خضر، والله العظيم اللي فاهم دكتور بيريح. تعملوا ده ايه كان بقى؟ عالمي لوحده، ايه؟ دكتور منصوري ده كان عالمي هتقفله لوحده. ولا لا ده هتعمل؟ اسطورة نصلي والله، الفجر؟ كتر خيره يعني والله. هقعد شوية يعني، هقعد شوية بعدين بقوم اقفل مرة واحدة وانا هقفل خلاص. وانا يلعبوا كل واحد لا كده ربع ساعة لوحده لا لا ويضرب لا لا، بعض. مفيش ربع، في صلاة بقى يا لا منى. انا هصلي الفجر. طيب ماشي، يلا ماشي يلا، يلا لا إله باي. إلا الله، السلام عليكم.